في العاشر من أبريل سنة 1912 تجمعت حشود على شاطئ ساوثامبتون لتوديع أكبر سفينة في وقتها، سفينة RMS تايتانيك. بلغت تكلفة أغلى تذكرة في الدرجة الأولى 4350 دولاراً، أي حوالي 70,000 دولار بمعايير اليوم. ولكن بعد إبحارها بخمسة أيام ابتلع المحيط الأطلسي السفينة. لذا لنعد إلى الماضي لنعرف ما حدث فعلاً في تلك الليلة المفجعة. أراد القبطان تحقيق رقم قياسي جديد للسرعة خلال أول رحلة للسفينة وأن يصل قبل الوقت المخطط. صممت السفينة لتكون محصنة ضد الغرق، لذا انطلق بكامل القوة والعزم إلى مياه القطب الشمالي المظلمة. وبعد ملاحظة جبل جليدي بارتفاع 30 متراً حاول طاقم السفينة توجيهها بعيداً عنه وتفادي التصادم، ولكن التايتانيك كانت تتحرك بسرعة هائلة، فحطم الجبل الجليدي جانب السفينة مما فتح شقاً هائلاً في الهيكل. لم يكن شقاً واحداً ممتداً، بل تضررت السفينة في عدة أماكن. بشكل عام امتد التلف على طول 90 متراً، ولكن مصممي السفينة جهزوها لاحتمالية التصادم وأضافوا مقصورات مانعة لتسرب المياه تحت جانبي السفينة لتشكل منطقة عازلة يمكن اختراق 4 مقصورات منها، وستبقى السفينة طافية دون مشاكل. ولكن الجبل الجليدي حطم جانب التايتانيك متلفا 6 مقصورات. لم تمتد المقصورات بارتفاع كل أسطح السفينة ولم تكن مغلقة من الأعلى، ولهذا حين غمرت أكثر من 4 مقصورات بالمياه اجتازت المياه الحواجز وغمرت المقصورات المجاورة، مما سبب غرق السفينة في المحيط. إنه مثل انسكاب المياه فوق صينية مكعبات الثلج. ولكن ماذا لو اصطدمت السفينة بمقدمتها؟ هل كانت السفينة ستغرق أيضا؟ تصمم السفن مع أخذ احتمالية التصادم في الحسبان، ومعظم السفن مزودة بحواجز للتصادم في مقدمة السفينة. والأهم من ذلك كله أنها تعمل مثل مصدات سيارتك أو المنطقة الممتصة للصدمات فيها، وتلك ميزة أمان تتحمل الصدمة المباشرة. كانت مقدمة السفينة ستتحمل الصدمة، واقترح بعض العلماء أن المياه في تلك الحالة كانت ستغمر من 2 إلى 4 من المقصورات المانعة لتسرب المياه، أي أنه من الناحية النظرية كان ممكناً ألا تغرق التايتانيك، وكان من الممكن أن تتابع إبحارها إلى وجهتها النهائية لكن بسرعة أقل. ولكن الراجح أن قوة التصادم ما كانت لتكون عابرة. رغم إمكانية إصابة الركاب بسبب تأثير التصادم، كانوا سيبقون على السفينة في انتظار السفن الأخرى لإنقاذهم، بدلاً من اضطرارهم إلى النزول إلى مياه المحيط الأطلسي المتجمدة. ولكن أحد مصممي التايتانيك، إدوارد ويلدينغ، اقترح أن قوة التصادم ما كانت لتكون كبيرة إلى ذلك الحد. وأخبر المفوضية البريطانية بأن الكثيرين من الأشخاص بالكاد شعروا بالتصادم، وأنه اعتقد أن نجاة السفينة ممكنة لو اصطدمت بالجبل الجليدي بمقدمتها. صممت السفينة أيضا بأبواب مانعة لتسرب المياه بين المقصورات، يتم التحكم بها عن بعد، لذا أمكن التعامل مع أي فيضان للمياه بشكل سريع. لكن لأن التايتانيك تعرضت ل6 شقوق من التصادم الجانبي، ولأن الأمر حدث سريعا، غلق الأبواب لم يحدث فارقا كبيرا، فقد كان من المستحيل إنقاذها في تلك المرحلة. بدأت السفينة تفيض بالمياه التي تدفقت إليها بمعدل 7 أطنان في الثانية، أي أسرع ب15 مرة من قدرة السفينة على ضخها إلى الخارج. لذا بينما يظهر أن التايتانيك كانت ستنجو لو أنها اصطدمت بالجبل الجليدي بمقدمتها، إلا أن الشوائب تعكر هذه الفكرة. أولاً، صممت مصدات التصادم للنجاة من الاصطدام مع سفينة أخرى وليس مع جبل جليدي عملاق. إن اصطدمت سفينتان كلتاهما ستمتص بعض الصدمة من خلال المصدات، وستتشاركان تأثير الصدمة، ومن المحتمل أنهما ستبقيان طافيتان، ولكن الجبل الجليدي ثابت، مما يعني أن التايتانيك ستمتص معظم الطاقة الناتجة عن التصادم. إن اصطدمت التايتانيك بالمقدمة أولاً، الراجح أن السرعة التي كانت تبحر بها كانت ستنقل تأثير التصادم إلى كامل هيكلها. تخيلوا سفينة تزن 46,000 طن تبحر بسرعة 37 كيلومترا في الساعة، في مرحلة ما تصطدم بجبل جليدي يزن أكثر من 100,000 طن. سيسبب هذا التصادم قوة هائلة تؤدي إلى أضرار جسيمة بالسفينة.
من المرجح أن تنقسم مواضع اللحام وتنهار السلالم وتنفجر المسامير في كل أجزاء السفينة، وكان من شأن ذلك أن يؤدي إلى غمر المزيد من المقصورات. كان من الممكن أن يتسبب ذلك في غرق التايتانيك في غضون دقائق بدلا من ساعات، ولكن هذا غيض من فيض، فكما نعرف جميعا الجزء الأكبر من الجبل الجليدي موجود تحت الماء. لو أبحرت التايتانيك بمقدمتها لكانت على الأرجح ارتطمت بجزء الجبل الجليدي الموجود تحت المياه أولا، وانحرفت على إثر ذلك عن مسارها تماما. الاصطدام بجبل جليدي ليس مشابها للاصطدام بحائط من الطوب. في هذه الحالة كان الجليد تحت سطح الماء سيمزق قاع السفينة ويسبب أضرارا لجانبيها. الجبال الجليدية ليست أجساما صلبة مسطحة، فإن حدث الاصطدام بغرض مسطح من الممكن أن تبقى السفينة طافية، ولكن الجبال الجليدية تتخذ مختلف الأحجام والأشكال، ومنها القباب والأسافين. عاينت الدراسات الفولاذ الذي استخدم في صناعة التايتانيك، وأظهرت الاختبارات أن المعدن أضعف بعشر مرات من الفولاذ المستخدم اليوم. بنيت السفينة قبل أن نفهم تأثير البرودة على الفولاذ. الفولاذ القديم المستخدم في صناعة هيكل السفينة لا ينحني في درجات الحرارة الباردة بل ينكسر. أظهرت الأجزاء المستعادة من هيكل التايتانيك أن الهيكل تحطم خلال الاصطدام، كما أن الاصطدام بمقدمتها كان سيسبب توقفا مفاجئا وحادا، لذا حتى إن لم تغرق السفينة كانت ستلحقها أضرار جسيمة. فكر في الضغط المفاجئ على مكابح السيارة، أو توقف الحافلة وأنت تسير في الممر واندفاعك إلى الأمام بقوة. كان الركاب سيقذفون في أنحاء السفينة، ولأن التصادم حدث في الليل فقد كان أغلبهم في نوم عميق وغير مستعدين لأي نوع من الاصطدام. كان سينتج عن ذلك إصابات لمعظم الأشخاص على متن السفينة، وبخاصة لأولئك في مقدمة السفينة، حيث ركض رجال الإطفاء وعمال التشحيم والمهندسون بعد انتهاء دوامهم. على الرغم من أن الركاب وطاقم السفينة كانوا سيلقون من أسرتهم، إلا أن عدد الناجين كان سيزيد عن عدده في السيناريو الأصلي. اصطدمت الكثير من السفن بمقدمتها، ومع ذلك عادت إلى بر الأمان. لا يعلم الكثيرون أن التايتانيك واحدة من ثلاث سفن متشابهة، إذ أن شركة وايت ستار لاين، وهي الشركة التي صنعتها، صنعت سفينتين أخرتين، وهما بريتانيك وأولمبيك، بقيادة القبطان إدوارد جي سميث الذي أبحر بالتايتانيك لاحقا. انطلقت سفينة أولمبيك في أولى رحلاتها البحرية في يونيو سنة 1911، ولكن مثل نظيرتها انتظرتها كارثة. ففي رحلتها التجارية الخامسة اصطدمت أولمبيك بسفينة HMS هاوك التابعة للبحرية الملكية. بينما تلقت الأولمبيك الضرر في جانبها، اصطدمت هاوك بمقدمتها. تحطمت مقدمة هاوك تماما بسبب الاصطدام، ولكن نظرا لأن السفينة ضمت مقصورات مانعة لتسرب المياه تمكنت السفينة من النجاة من الصدمة وعادت بأمان إلى الشاطئ لإصلاحها. وسفينة SS أندريا دوريا هي حالة أخرى، فقد كانت عابرة بحرية إيطالية تصدرت عناوين الصحف العالمية في عام 1956. مثل تايتانيك توجهت أندريا دوريا إلى مدينة نيويورك في رحلتها رقم 101 عندما وقعت الكارثة. في 25 من يوليو اصطدمت سفينة ركاب سويدية طولها 160 مترا تدعى ستوكهولم. اصطدمت ستوكهولم بمقدمتها وأصابت جانب سفينة أندريا دوريا. حطمت مقدمة ستوكهولم بالكامل، ولكنها نجت لأن التأثير كان على البدن، ولكن مع الأسف غرقت أندريا دوريا بفعل تأثير الاصطدام على جانبها. لذلك يمكن أن تشير هذه الحالات إلى أن التايتانيك كانت لتنجو لو اصطدمت بالجبل الجليدي بمقدمتها، لكن علينا أن نتذكر أن التايتانيك اصطدمت بالجبل الجليدي بأقصى سرعة، بينما أبحرت أولمبيك وأندريا دوريا بروية وبطء. كانت يوما ما عملاقة ذات شهرة كبيرة، وكانت أكبر سفينة في ذلك الوقت. أما الآن فهي قطعتان عملاقتان تقبعان في قاع المحيط على بعد حوالي 600 متر. لقد دمرها الاصطدام الكارثي والزمن أيضا. تحطمت مؤخرة السفينة تايتانيك بالكامل بعد اصطدامها بقاع المحيط، ولكن لا يزال بإمكانك التعرف على مقدمة السفينة، حيث توجد العديد من الأجزاء الداخلية محفوظة حتى الآن. يوجد نوع من البكتيريا على حطام السفينة،
يطلق على هذا النوع راستي كيلز، وهو تكوين بني من الصدأ. إنه ينشأ في الأعماق تحت الماء عندما يتأكسد الحديد المطاوع في السفينة، وهذا يعني أن البكتيريا تأكل الحديد الموجود في جسم التايتانيك قطعة تلو الأخرى، ويبدو أنها قد تنهي وجبتها الخفيفة بحلول عام 2030 في أي وقت أقرب بكثير مما كان يتوقعه أي شخص لاختفاء حطام السفينة إلى الأبد. قد تعتقد أنه سيكون من الأسهل على الأرجح إخراج الحطام من الماء حتى يتسنى لنا الاحتفاظ به، لكنه سينهار إذا حاول أي شخص القيام بذلك. لقد ظل هذا الحطام في الماء لأكثر من 110 سنوات الآن، وهو الآن صدئ لدرجة أنه لن يتمكن أحد من إعادة بناء بعض أجزائه حتى لو تمكننا من إخراج السفينة من أعماق المحيط. ما رأيك؟ هل يمكن لأي شخص من بين الناجين من غرق تايتانيك والذين بلغ عددهم حوالي 700 شخص سماعها وهي تضرب قاع المحيط؟ بعد كل شيء، لقد اختفت أكبر سفينة تم صنعها حتى ذلك الحين حرفيا أمام أعينهم. لكن يبدو على الأرجح أن الصوت لا ينتقل من الماء إلى الهواء. لا يمكننا سماع الأصوات جيدا في الماء لأن أجسامنا ليست مصممة للاستماع في مثل هذه البيئات. وعلى الرغم من أن الركاب كانوا قريبين من موقع الغرق، إلا أن تايتانيك قد اصطدمت بالقاع على بعد مسافة طويلة من السطح بلغت 3800 متر. هناك الكثير من الانهيارات الأرضية والزلازل تحت الماء التي لا يمكننا سماعها، وتحدث ضوضاء أشد بكثير من مجرد ارتطام سفينة واحدة بقاع المحيط. يجب أن تكون معظم الاهتزازات والأصوات مشتتة على مساحة كبيرة. وأيضا كان انفجار المياه في الأسفل، والذي يعتقد الكثيرون أنه ضرب تايتانيك بعد أن لامست قاع المحيط، كان من شأنه أن يؤدي إلى تراجع غالبية الاهتزازات الصوتية المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، فإن قاع المحيط ليس من الصعب أن تصدر فيه مثل هذه الضوضاء الصاخبة. قال العديد من الناجين إنهم سمعوا أصواتا مرعبة بينما كانت تايتانيك تتحطم وتتفكك أجزاؤها، لكن لم يذكر أي منهم سماع أي شيء بعد أن اختفت السفينة تحت سطح الماء. تحدث بعض الناجين عن مدى الفوضى التي كانت سائدة عندما كان الركاب، ومعظمهم من النساء والأطفال، يستقلون قوارب النجاة. لم يكن هناك ما يكفي من القوارب، ومع ذلك لم يكن بعضها ممتلئا حتى بكامل طاقتها. لا أحد يعرف كيف يتصرف بشكل صحيح في مثل هذه الظروف. كان من المقرر إجراء تدريب على استخدام قوارب النجاة في الصباح قبل أن تصطدم تايتانيك بالجبل الجليدي، لكن لسبب ما تم إلغاء هذا التدريب. سفينة محيطية عملاقة، يعتقد الجميع أنه من المستحيل أن تغرق، وها هي في رحلة عبر المحيط، في طريقها تصطدم بجبل جليدي وتغرق. نعم، نعلم جميعا كيف جرت أحداث القصة، لكن الأمر المخيف هو أن تلك الأحداث قد وردت أيضا في رواية حطام سفينة تايتان، وهي رواية نشرت عام 1898، أي قبل 14 عاما من غرق سفينة تايتانيك في قاع المحيط وقبل صنعها حتى. في أحداث الرواية كانت السفينة تايتان، يا له من اسم دقيق بشكل مخيف، تفتقر إلى العدد الكافي من سترات النجاة وقوارب النجاة لجميع الركاب على متنها. كانت أيضا أكبر سفينة في ذلك الوقت، وكان حجمها مطابقا تقريبا للسفينة تايتانيك، وغرقت كل من تايتان وتايتانيك في الشهر نفسه. كانت دوروثي جيبسون ممثلة سينمائية أمريكية صامتة. لقد كانت أيضا واحدة من ركاب تايتانيك، وقد نجت من الكارثة. بعد وصولها إلى نيويورك مباشرة، بدأت في تصوير فيلم الناجية من تايتانيك. تم عرض الفيلم بعد شهر واحد فقط من غرق السفينة، حتى أن دوروثي كانت ترتدي الأحذية والملابس نفسها التي كانت ترتديها عندما كانت على متن السفينة بالفعل. كان الفيلم ناجحا، لكنه دمر في حادثة حريق، لذا فهو موجود فقط في الذكريات مثل جاك الذي بقي في ذاكرة حبيبته روز. لم تكن تايتانيك وحدها في أمواج المحيط الباردة بالقرب من الجبل الجليدي الذي صدمها، كانت سفينة SS كاليفورنيا قريبة نسبيا، لكن للأسف كان جهاز الاتصالات اللاسلكي مغلقا في تلك الليلة. في لحظة ما لاحظ أفراد طاقم السفينة الأخرى أضواء غامضة في السماء،
لذا ذهبوا على الفور لإيقاظ قبطان السفينة لإخباره، لكنه لم يصدر أي أوامر. اعتقد البعض أنها كانت مجرد ألعاب نارية، لم يدركوا أبدا أنها كانت في الواقع طلبا للمساعدة. أطلق أفراد طاقم تايتانيك الشعلات الضوئية في السماء على أمل أن يلاحظ أحدهم. بحلول الوقت الذي تلقت فيه أس أس كاليفورنيان رسائل طلب الإنقاذ، كان الأوان قد فات بالفعل. يقول البعض إن اكتمال القمر ربما كان السبب في أن الجبل الجليدي قد اعترض مسار السفينة العملاقة. ربما تسبب اكتمال القمر في حدوث موجات مد قوية بشكل هائل، أدت في النهاية إلى إرسال العديد من الجبال الجليدية جنوبا، تماما في الوقت الذي كانت تايتانيك تعبر فيه تلك المنطقة. هل تجرؤ على تذوق الجبن الموجود على متن تايتانيك؟ ظل الحطام تحت سطح المحيط لأكثر من 100 عام حتى الآن. استغرق الأمر أكثر من 70 عاما للعثور عليه. بحلول ذلك الوقت كان معظم الطعام الذي هبط إلى القاع مع السفينة قد فسد بالطبع، لكن من المحتمل أنه لا يزال هناك جزء منه متبق حتى الآن. بعض الأطعمة محمية من التعفن مثل الجبن. الميكروبات التي تحول الحليب إلى جبن تخلق ظروفا خاصة تحفظ الطعام. لقد نجت العديد من الأشياء التي كانت على متن سفينة تايتانيك. هناك رسالة مكتوبة بخط اليد كتبت فيها أم وابنتها إلى جدة الفتاة عن الرحلة الرائعة التي كانتا فيها معا. الرسالة موجودة منذ أكثر من 100 عام، وتم بيعها في أحد المزادات. تم العثور على زوج من القفازات القطنية البيضاء في حطام السفينة الغارقة. لقد عزفت الفرقة الموسيقية على تايتانيك حتى اللحظة الأخيرة. عثر بين الحطام على نوتة موسيقية وآلة كمان قديمة. هناك أيضا ذلك الجرس الذي استخدمه أحد أفراد الطاقم 3 مرات ليحذر من وجود جبل جليدي قريب جدا في مسار السفينة. هناك ساعة جيب توقفت عند الساعة 1:45 صباحا، وهو وقت غرق السفينة تحت الماء. ربما كان يمكن لشخص واحد أن يغير ما حدث على التايتانيك. كان ديفيد بلاير محظوظا جدا. كان من المفترض أن يأخذ مكان الضابط الثاني في السفينة التايتانيك. لقد تم استبدال بلاير في اللحظة الأخيرة بضابط آخر، مما أنقذ حياته في النهاية. لقد كان شيئا عظيما بالنسبة له، لكن شيئا ما أفسد شعوره بالسعادة لنجاته. ماذا لو كان هو الشخص الوحيد الذي ربما كان بإمكانه فعل شيء لإنقاذ السفينة والركاب؟ في ذلك الوقت لم يكن لدى السفن تقنية متقدمة ذكية كما هو الحال في يومنا هذا. لم يتمكن طاقم السفينة من رؤية الخطر الذي يلوح في الأفق. كانت المناظير مفيدة جدا، لكن أفراد الطاقم على متن تايتانيك لم يتمكنوا من الوصول إلى الغرفة التي وضعت فيها تلك المناظير. كان ديفيد بلاير هو الرجل المسؤول عن المفاتيح. لقد غادر السفينة على عجل عندما تم استبداله، ونسي تسليم المفاتيح التي كانت في جيبه. ربما إذا كان أفراد الطاقم قد تمكنوا من الوصول إلى المنظار، ربما كانوا سيرون الجبل الجليدي في الوقت المناسب، وكانوا سيجدون وقتا كافيا لتغيير مسار السفينة. من المحتمل أن الجبل الجليدي العملاق الذي أرسل تايتانيك إلى قاع المحيط كان قد تكون من الثلج الذي سقط في جنوب غرب غرينلاند. حتى أن العلماء استخدموا نموذجا حاسوبيا لحساب المسارات التي سلكها الجبل الجليدي في أي سنة، مع الأخذ في الاعتبار التيارات المحيطية وقراءات الطقس لتلك السنة. من المحتمل أن يكون طول الجبل الجليدي 520 مترا ووزنه حوالي 75 طنا. وبحلول الوقت الذي اصطدم فيه مع تايتانيك كان قد تضاءل إلى 1.5 طن فقط. كانت فايلت كونستانس جيسوب، كما أطلق عليها الكثيرون السيدة التي لا تغرق، كانت تبلغ من العمر 24 عاما فقط عندما انضمت إلى طاقم تايتانيك كمضيفة بحرية. في الليلة المأساوية التي اصطدمت فيها السفينة بالجبل الجليدي، كانت فايلت مستلقية على سريرها. بمجرد أن سمعت أن شيئا ما يحدث، ارتدت ملابسها وذهبت بسرعة إلى سطح السفينة. ساعدت فايلت الركاب على ركوب قوارب النجاة. بعد 4 سنوات في عام 1916 كانت فايلت على متن السفينة بريتانيك التي بنتها الشركة نفسها المالكة للتايتانيك. مرة أخرى بدأت السفينة تغرق،
لم تنجو المرأة من حادث غرق كارثي آخر فحسب، بل كانت أيضا تساعد الركاب الآخرين على الهروب من السفينة قبل أن تختفي تحت سطح البحر.